السلام عليكم على أغلى وأعز متابعين. وصفتنا لليوم هي كبة نية بزيت الزيتون من دون هبرة ومن دون ماكينة. راح نحضرها بطريقة كتير بسيطة. وأول شيء وأهم مكون هو البرغل الناعم. راح نستخدم البرغل الناعم الأسمر أو الأحمر، شايفين هاي هو العمقي بسموه. إذن هون عندي كوبين تقريبا بيطلعوا نص كيلو، ما في داعي نحضر أكتر من هيك لأنه الكمية بتطلع منهم كتير وفيرة. رح أغسلهم، غسلتهم شوي صغيرة تحت الحنفية مشان إذا كان نعالي عليهم غبرة شوي بالمصفاي، وبعدين بضغط عليهم مشان تخلص من المي. هلأ رح نعامر بكوب من الماء المغلي، بما أنهم أخذوا شوية مي من الحنفية فبيكفي كوب واحد من المي المغلي لهاي الكمية، نفس الكوب اللي قسنا فيه البرغول. بوزع المي فوقهم كتير منيح وفيني حركهم، وبتركهم نص ساعة حتى البرغل يشرب كل كمية المي، وبتنفش حبة البرغل بيكبر حجمهم كمان. هلأ رح نضيف باقي المكونات، شايفين هيك صاروا. رح أضيف هلأ مبدئيا ملعقتين صغار من الملح، ممكن نحتاج بعدين مندوقهم أكيد. ملعقة صغيرة من النعنع اليابس، إذا ما بتحبوا النعنع اليابس فيكن تضيفوا فلفل أسود وبابريكا، يعني اللي بدكن إياه، يعني ما ضروري بس بيلبق له. هلأ بما أنه برغل نضيف أكيد كمون، ملعقة صغيرة دبس بندورة، رح أضيف ملعقتين بس ما كتير كتير معرمين. فيكن تضيفوا ملعقة من دبس البندورة وتبرشوا حبتين بندورة، هاي طريقة تانية، حبتين بندورة ما كتير كبار صغار برش فوقهم. هون دبس الفليفلة، هاد عملناه بموسم الفليفلة حد، رح أضيف ملعقة طعام ونص. فيكن تضيفوا لحد ملعقتين مليانات من دبس الفليفلة إذا ما كتير حدة، إذا وسط يعني مثلا. رح أعجن قبل ما أضيف دبس الفليفلة وزيت الزيتون. إذن رح فرجيكم أنه كيف تتشكل عجينة من دون ما نضيف الرابط اللي هو بيربطهم، رابط دبس الرمان مثل المادة الرابطة لألون وزيت الزيتون. شوفوا هلأ رح أعجنهم وبتطلع كأنه كبة نظامية تبع القلي تتشكل. رح نعجن شي 5 لـ7 دقايق، وسهل عجنهم لأنهم نقعناهم مي سخنة، فكتير كتير بيكونوا سهل عجنهم بشكل، بس ضروري نعجن حتى تتماسك وتصير أبدا مثل قوام الكبة تماما. البصل فيكم تضيفوا كل المكونات سوا، يعني قبل العجن تضيفوا دبس الرمان شي 4 ملاعق، وتضيفوا زيت الزيتون ني يعني من دون ما نطبخه مع البصلة شي 3 كوب كمان، وقبل ما تبلشوا بالعجن. بس أنا راح عجنت هلأ بالأول، شايفين كيف تماسكت وصارت ما أحلاها. هلأ دقت الملح تبعهم، لسه بدهم شي نص ملعقة صغيرة من الملح. إذا فيكم تضيفوا البصلة ني، تبرشوا بصلة متوسطة الحجم برش، بس حاولوا تعصروها بالمصفاية الصغيرة تتخلصوا من المي تبعها. هون أنا ما كانت شغالة الكاميرا، كنت عم ضيف دبس الرمان، ضفت ملعقة وهلأ ملعقتين، بتحمل لحد 4 ملاعق من دبس الرمان. هذا دبس رمان صناعة محلية يعني أصلي ومانو صناعي، ضروري نضيف. إذا دبس الرمان يعتبر مثل المادة الرابطة، بتربطه كتير منيح، بس شوي رح يغمق لونه على دبس الرمان. ومنعجن شي دقيقتين لسه، وفيكم تضيفوا معه فورا زيت الزيتون ني شي 3 كوب، يعني من دون طبخ مع البصلة. بس أنا طريقتي رح أطبخ البصلة مع الزيت. هون عندي شي بصلتين متوسطات الحجم، فرمتهم فرم ناعم أو بصلة كبيرة، وضفت لهم فيكم تضيفوا لحد 3 كوب من زيت الزيتون. رح أحطهم على النار شي 5 دقايق هيك، شي حتى يصير لون البصل أشقر فاتح، ما منخليه يغمق كتير، وبعدين منضيفهم على العجينة. تمام؟ إذا فينا نضيفوا ني البصل والبندورة كمان. بندورة إذا ضفنا البندورة برشنا بندورة، بتضيفوا فقط ملعقة من دبس البندورة على العجينة. هلأ بضيفهم فوق العجينة، وكمان منعجن شي دقيقة حتى تختلط، ومندوقهم إذا ناقصهم ملح، إذا ناقصهم دبس رمان، ناقصهم دبس فليفلي مثلا، مانن كتير حدودي الحد تبعهم واضح. كمان فينا نضيف لسه دبس فليفلي، فيكن نضيفوا كمان سماء وبابريكا لسه بيعطيها لون أحمر. يعني هون في شوي في أريحية بهاي الوصفة بالإضافات.
أنا عم قلكم كل الاحتمالات الممكن تضيفوها. يعني شو ممكن تضيفوا؟ بعجنهم إذا مع الزيت والبصلة هيك، هلأ صارت شايفين ما أحلاها، صارت بتشكل معنا بكل أريحية. منحط جنبنا صحن فيه زيت زيتون ومنشكل. إذا بدنا نعملهم طريقة المعتادة للكبة النية بهاي الشكل، منحط كرة صغيرة بإيدنا ومنضغط عليها ضغطين ثلاثة مشان تتعلم الأصابع على القطعة، ومنرتبهم بصحن. في طريقة تانية منعمل، منجيب كرة بنعملها مثل الكبة بس كرة صغيرة أكيد، نعمل حفرة فيها منشان نحط بقلب الكبة، بنحشيها جوز، بنحشيها حب رمان، أو بنحشيها بقدونس خضرة مثلاً، كم عرق بقدونس. وإذا ما متواجد الرمان مثل حب الرمان، أنا حطيت كم نقطة من دبس الرمان بقلبها. وفي لكم خيار كمان تحشوها بالطريقة اللي بتكون إياها. شايفين إذا أكثر الكمية أنا عملتها بهاي الطريقة. وفينا نعملهم هيك كرات صغيرة كتير تكون، نعمل حفرة بقلبهم ومنحشيهم هيك شيء قطعتين من الجوز وكم عرق بقدونس. وإذا متوفر حب رمان بقلبهم بتحطوا حب رمان كتير بيلبق له، بس أنا ما متواجد عندي رمان هلأ. ومرات بنا بصحن التقديم بتطلع كتير الكمية وفيرة من هاي الجوز. إذا بحط بقلب كل وحدة هيك قطعتين صغار جوز تطلع كمية كتير وفيرة. أنا فوق أنه كل هالصحن اللي رح شكله هلأ منهم، كمان عملت صحن. إذا ما بدكن تشكلوه بهاي الطريقة، بتمدوا الكبة النية هيك بتتقدم مثل المتبل، متبل البتنجان أو الحمص بطحينة. فينا نحطه أبدا دغري، نمدوا بالصحن ومنزينه بالبقدونس أو منزينه بالمخلل أو منزينه بالجوز. أنا نسيت على فكرة زين حتى الجوز بالصحن اللي حطيت الكبة مد بالصحن، بس نسيت زينه بالجوز، زينته بالمخلل عشان اكسر هيك اللون. اذا شايفين هاد صحن كبير، يعني فوق كل هالصحن لسه عملت صحن مديت الكبة بقلبه هيك وزينته. اذا من كوبين من البرغل حضرنا كل هالكمية، بتكفي 7 أو حتى 8 أشخاص. لسه آخر شيء بقلب هدول الكرات اللي عملناهم مثل الكبة الصغيرة، عم ضيف نقطتين ثلاثة بقلب كل واحدة من دبس الرمان. وآخر شيء ضروري رشة زيت زيتون، آخر شيء على آخر من زين وبتحمل زيت الزيتون، البرغل بكتير بيحب الزيت. شايفين ما أحلاهن وما أكتر الكمية؟ وصفة كتير سهلة والكمية كتير وفرة بتطلع منهم. وعملناهم باليد، عجناهم باليد من دون ماكينة بزيت الزيتون ومن دون هبرة، وطعمتها ولا أجمل من هيك هذا الصحن اللي حضرنا. إذا كل هالكمية من كوبين من البرغل الأسمر. هاي وصفتنا لليوم أحبائي، كانت كبة نية من دون هبرة ومن دون ماكينة بزيت الزيتون فقط. بتمنى تكون عجبتكم. إذا حبيتوا فيديو اليوم بتمنى تدعموني بلايك أعزائي، وإذا ما اشتركتوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وألف صحة وهنا.